السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن النورمال اي سي جي وازاي احاول اقرأه. النهاردة ان شاء الله هنشوف الابنورماليتيز اللي انا ممكن اقرأها على الاي سي جي وازاي هقرأها او افكر فيها، تمام؟ بس خلونا الاول كده نشوف النورمال ساينس ريزم. يعني ايه كلمة نورمال ساينس ريزم؟ ده الريزم بتاع الهيلثي هارت. عندي الالكتريكال امبولس بتخرج من الساينس نود وبعد كده بتمشي في طريقها المظبوط، يعني راحة للفنتريكلز عن طريق الاي في نود والهيسبركنجي فايبر. عادة بلاقي النورمال ساينس ريزم دوت بيبقى معاه نورمال هارت ريت ما بين 60 ل 100 بيت بير مينت، تمام؟ طيب انا هعرفه ازاي على الاي سي جي اللي هو النورمال خالص؟ هنشوف الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو اللي فات. هبص على الريزم regular ازاي. انا اول حاجه باصه بعيني كده، انا شايفه المسافات ما بين الار ويفز قد بعض. هاخدها مثلا بالعد بتاع المربعات الكبيره، هنا دي 3 مربعات ونص ما بينهم، هنا 3 ونص ما بينهم، 3 ونص 3 ونص 3 ونص، يبقى كده الريزم هنا ايه؟ regular. طيب الهارت ريت ده انا بقسم 300 على عدد المربعات الكبيره، يعني 300 على 3 ونص، وانا مش معايا آلة حاسبة دلوقتي. برضه ممكن نحسبها ازاي؟ 1500 على عدد المربعات الصغيره اللي ما بين 2 successive R wave، تمام؟ هبص على ال QRS، انا شايفاها نورمال، ادي ال Q وادي ال R وادي ال S وكمان واخده عرض مناسب. هبص على البي ويف، انا شايفاها قبل الكيو ار اس كومبلكس اهيت وبصه لفوق وكل حاجه تمام. البي ار انترفال نورمال، واخده ايه؟ اقل من 5 مربعات صغيرين، باينه فين؟ هنا البي ار، لا عايزين نجيبها برضو في مربع من اولها بين هنا اهي. بصوا البي ار انترفال واخده اقل من 5 مربعات صغيرين وكده هتبقى طبيعيه. طيب تعالوا بقى نشوف الساينس براديكارديا. يعني ايه ده الريزم اللي فيه الريت بتاع الامبولس اللي خارجه من السينو اتريال نود هتبقى اقل من الطبيعي، يعني ايه؟ اقل من 60 بيت بير مينت. طبعا المنظر دوت ممكن اشوفه نورمال في مين؟ الناس اللي بتلعب رياضه، الاثليتس. ليه؟ لان الاكسرسايز بتقوي لي الهارت ماسل، فالهارت هيبقى عنده القدره انه يبامب كمية أكبر من البلد مع كل دقة قلب، فبالتالي الهارت هيقدر يسبلاي البادي نيدز بعدد أقل من الهارت بيتس، تمام؟ طيب إيه الأذر كوزز اللي ممكن تعمل لي براديكارديا؟ زيادة الفيجل تون، طبعا دوت هيبقى عندي باراسيمباثيتك بقى وده هيزود لي الأسيتايل كولين، وكمان الناس اللي ماشية على بيتا بلوكر هيبقى عندهم براديكارديا. طيب نيجي بقى نبص هنا للاي سي جي اللي قدامنا علشان نبص على ايه الحاجات اللي احنا بنمشي عليها. الريزم ريجولر، ليه؟ انا شايفه المسافه اللي ما بين كل 2 ار وار ويفز قد بعض، يبقى الريزم ريجولر. الريت هقسم 300 على عدد المربعات الكبيره اللي موجوده ما بين 2 سكسيسيف ار ويف، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى 300 على 6 فيها ايه؟ ال 50، يبقى اقل من 60 يبقى انا كده عندي براديكارديا. ابص على الكيو ار اس، الديوريشن بتاعتها نورمال. ابص على البي ويف، ده انا شايفاها قبل الكيو ار اس كومبلكس وهي ابرايت وكل حاجه زي الفل. ابص على البي ار انترفال، ده هي طبيعيه اهيت واقل من 5 مربعات اقل من 5 مربعات صغيرين، يبقى الدنيا كلها زي الفل ما عدا ان انا عندي براديكارديا، الهارت ريت قليل، يبقى انا دي هيطلق عليها ايه؟ ساينس براديكارديا. طيب بالنسبه للساينس تاكيكارديا، ده excessive heart rate اكتر من 100 beat per minute. ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي المنظر ده؟ الستريس، الفايت، الاكسرسايز، الالنس اللي هي الفيفر وكده. طيب لما اجي ابص على الاي سي جي هبص على ايه؟ زي ما اتفقنا بقى خلاص عرفناهم، الريزم هنا ايه؟ regular. انا بص اهوت شايفاهم المسافه قد بعض، يبقى regular rhythm. طيب الريت، هنا انا عندي مربعين ما بين 2 successive R wave، يبقى 300 على 2 هيديني 150 beat per minute، ده اكتر من 100، انا عندي هنا tachycardia. طيب ابص على ال QRS duration normal، ابص على ال B wave متشافة طبيعي قبل ال QRS، وال PR interval تمام normal والديوريشن بتاعتها تمام، يبقى الدنيا هنا زي الفل ما عدا الهارت ريت كبير، هيبقى دي ايه؟
ساينس تاكي كارديا. نروح بقى للاتريال اريزمياس. اول حاجه معانا هي الاتريال اكسترا سيستول. يعني ايه اصلا كلمه اكسترا سيستول؟ ده اكسترا بيتس او اكسترا كونتراكشن اللي بتانتربت النورمال ريجولار ريزم بتاع الهارت، ودي بتحصل لما يبقى فيه الكتريكال ديسشارج جاي من مكان ما في الهارت غير الاس اي نود. يبقى الاتريال اكسترا سيستول دي البريماتيور كونتراكشن للهارت برودوسد باي امبلس جايه من اكتوبيك فوكس اللي موجوده في الوول بتاع الاتريوم. ممكن تحصل في الهيلثي هارت عادي، وبتحصل برضو مع الهارت ديزيز. الحالات اللي هيبقى فيها زياده البريشر على الاتريوم زي الكاردياك فيلير والميترال فالف ديزيز. طيب لما اجي انا بقى ابص على الاي سي جي هشوف هنا ايه؟ اول حاجة الريزم، انا شايفة هنا ADB QRST. الحبة دول كده انا شايفاهم ايه؟ regular. الريزم regular. طيب الريت 4 مربعات، يبقى 300 × 4 فيهم كام؟ 75 بيت بير مينت. ال QRS انا شايفاه هنا ايه؟ normal. QRS هنا ايه؟ normal. بعد كده بنبص على البي ويف، اهي normal. ايه ده البي ويف هنا راحت فين؟ ده دخلت على التي ويف اللي قبلها، لان البيت بتاع الاكسترا سيستول حصلت بدري عن ميعادها فدخلت على التي ويف اللي قبلها. طيب البي ويف هنا ممكن تبقى ابرايت بصه لفوق زي الشكل النورمال عادي لو كانت قريبه من الاس اي نود. نشوف الصوره، لو كانت قريبه من هنا ليه؟ لان الكهرباء بتاع القلب هتمشي في الاتجاه ده عادي فهتبقى ابرايت. لكن البي ويف ممكن الاقيها انفرتد. امتى؟ لو البيت طلعت، لو الكهرباء بتاع القلب طلعت من مكان قريب من الاي في نود تحت، فبالتالي الكهرباء هتمشي لفوق علشان تعمل كونتراكشن للاتريوم فهتديني inverted B wave. تمام. طيب بالنسبة لل PR interval ديت هتعتمد على مكان الاكتوبيك فوكس برضو. يعني لو كانت الفوكس هنا قريبة من ال AV node فبرضو هتبقى ال PR interval قصيرة. تمام كده. نرجع للصورة، ناخد بالنا من حاجة هنا، ان الانترفل ما بين ال preceding beat اللي هي كانت قبل كده والبريماتيور بيت اللي حصلت هتبقى قصيرة، مسافة قصيرة. على عكس هنا ايه؟ الانترفال اللي ما بين البريماتيور بيت اللي حصلت والنكست بيت هلاقيها برولونجت، طولت. ليه؟ علشان تعوض اللي حصل هنا، حاجة اسمها كومبنساتوري بوز. تمام؟ طيب المريض هنا هيجي يشتكي من ايه؟ هي عادي ممكن تبقى asymptomatic، ممكن مثلا هو بيقيس الـ peripheral pulse بيحس ان في بيت ممكن تيجي بدري، في بيت مثلا بتفلت وكده. يعني غير بقى السيمتومز بتاع السبب اللي عمل atrial extrasystole اصلا. تمام. طيب تاني نوع معانا من الاتريال arrhythmias هي supraventricular tachycardia. من اسمها كلمة سوبرا فينتريكولر معناها ان المشكلة حصلت في الابر تشامبرز بتاع الهارت، يعني فين؟ في الاتريوم. تاكي كارديا معناها ان انا عندي abnormally rapid heart rate. اللي بيحصل عندي هنا ان الهارت موسل بتكونتراكت بسرعة جدا، مش هتقدر تريلاكس ما بين الكونتراكشن، فبالتالي كمية البلد اللي رايحة للجسم بتقل، فطبعا بيحصل الاعراض بقى بتاع نقص الكاردياك اوت بوت اللي هو الديزي والشورت اوف بريسنس والحاجات دي. تمام. طيب يا ترى ايه سبب السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا؟ بيبقى عندي ابنورمال الكتريكال امبولس بتبدا مره واحده صادن في الاتريوم، فالامبولس بت اوفر رايد على الناتشرال ريزم. طيب حد يجي يقول لي هي ايه الفرق ما بينها وما بين الاكسترا سيستول؟ ما هو نفس الكلام، هم بيجوا في الاتريوم مره واحده. لا، الاكسترا سيستول او البيت دي واحده بس اللي بتيجي تحصل كده، حتى بيحصل بعدها فتره بوز كومبنساتوري للي حصل ده. تمام. لكن ان عندي الهارت ريت بيبقى نورمال، لكن هنا في السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا انا عندي تاكي كارديا رابيد هارت ريت، وكمان دي باروكسيسمال. يعني ايه؟ يعني بتقعد فتره كده ورا بعض علشان ترجع للنورمال تاني. تمام. طيب
السوبرا فينتريكولار تاكيكارديا دي ممكن تحصل في اي شخص في اي سن من غير اي سبب واضح، لكن ممكن تبقى تريجرد بحاجات معينه زي تشينج في البوستشر بسبب الاكزيرشن، ايموشنال ابسيت، كوفي، الكحول. طيب خلونا نبص على الاي سي جي اللي قدامنا دوت ونعلق عليه زي ما احنا تعودنا. الريزم هنا ايه؟ ده انا بالنظر كده شايفه المسافات قد بعض والدنيا تمام، يبقى دي ايه؟ ريجولر. انا شايفه ايه؟ ريجولر. طيب الريت، الريت في السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا بيبقى من 140 ل 220 بيت بير مينت. طيب انا لو جيت ابص هنا، ده المسافه ما بين تو سكسيسيف ار ويف مربع ونص، يبقى 300 على 1.5 هيديني بتاع ايه؟ 200 مثلا. انا مش معايا الحاسب يعني، انا جت كده معايا، فهو كده ماشي من 140 ل 220 بيت بير مينت. ابص على الكيو ار اس نورمال اهي قدامي، البي ويف انا مش شايفاها، ده استخبى تحت تي ويف اللي قبلها. انا مثلا هاجي هنا ادي كيو ار اس تي مفيش بي، كيو ار اس تي مفيش بي، استخبت تمام. طيب البي ار انترفال دي علشان احسبها لازم يكون عندي البي ويف واضحه. طيب ثالث نوع من الاتريال اريزمياز هو الاتريال فلاتر. انا عندي هنا الهارت بيكونتراكت بشكل منتظم لكن اسرع من المعتاد وكمان اسرع من الفنتريكلز، علشان كده انا ممكن الاقي لحد 4 اتريال بيتس لكل 1 فنتريكولار بيت. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ عندي حاجه اسمها ري انتري فينومينا، دي شورت سيركوت او سيركولار الكتريكال باث واي بتخلي الامبلس ان هي تتحرك بشكل سريع حوالين الرايت اتريوم من توب للباتوم للتوب حوالين السوبيريور والانفيريور فينا كيفا، تعمل لي حوالي 240 ل 340 كونتراكشن في الدقيقه. في مين؟ في الاتريوم. الرابيد كونتراكشنز دي مش هتخلي الشيمبرز ان هي تملى بالكامل ما بين البيتس، وكمان الفنتريكلز هتكونتراكت بشكل اسرع من المعتاد، بس مش زي مين؟ مش زي الاتريوم. طيب يا ترى ايه سبب الاتريال فلاتر دي؟ عادة الاتريال فلاتر دي تعتبر age related اريزميا بتحصل بعد سن 50، وكمان بتحصل في الناس اللي سبق ليهم cardiac surgery. طيب انا لما اجي ابص في الاي سي جي هنعلق على ايه؟ الريزم، سواء هنا او هنا او هنا انا شايفاه regular. طيب الريت طبعا على حسب كل اي سي جي بقى، طبعا الريت بين ايه؟ ما بين التو سكسيسيف ار ويف، بنقسم 300 على عدد المربعات الكبيره. الكيو ار اس نورمال، البي ويف فين؟ البي ويف هنا ولا هنا ولا هنا؟ عادش بي ويف، حصل لها ريبليسمنت بالاف ويف، فلاتر بالاف ويف. هنا اسمها 2 to 1 اي في كوندكشن، ليه؟ انا عندي 2 اتريال بيتس قصاد واحده فنتريكولر، يبقى 2 to 1. هنا 3 اتريال بيتس قصاد واحده فنتريكولر، هنا 4 لـ1. سهله. طيب انا عايز اعرف الاتريوم بيدق كم مره، يبقى انا هجيب البي ويف ريت اللي هي تساوي كام؟ 300 بيت بير مينيت. بعد كده عندي الاتريال فايبريليشن، دي كونديشن بتسبب لي الريجولر هارت ريت. الريجولر تحصل امتى؟ لما يبقى عندي ابنورمال الكتريكال امبلس بتبدا مره واحده تفاير في الاتريوم من ديفرنت بليسز، فخلاص ما بيبقاش عندي كنترول على الريزم بتاع الهارت. لما هاجي ابص هنا على الاي سي جي هلاقي ايه؟ الريزم هنا ايه؟ طبعا انا عندي الريجولر، الريجولر هو في حاجه اسمها ريجولر الريجولر، زي كده مثلا ده ريجولر الريجولر، هو مش منتظم بس بيجي بفترات منتظمة. اما الريجولر الريجولر ديت الدنيا ملخبطة خالص، يعني مفيش اي نظام سواء كان ريجولر او الريجولر. تمام. الريت عندي هنا سريع، الكيو ار اس باينة نورمال، البي ويف مين اللي هيقدر يميز لي بي ويف هنا؟ ولا بي ار انترفل ولا اي حاجة من دي، مفيش. تعالوا نروح للفنتريكولر اريزمياز، واول حاجة معانا هي الفنتريكولر اكستراسيستول، دي كاردياك اريزميا ببريماتيور كونتراكشن لمين؟ للفنتريكلز، كاركترايزد باي بريماتيور كيو ار اس كومبلكس، شكله عامل ايه؟ ابنورمال شيب، وكمان بتبقى وايد يعني كبيرة في الديوريشن، بتاخد وقت اطول.
طيب حد هيقول طب انا هفرق بينها ازاي وما بين الاتريال اكسترا سيستول؟ لا، في الاتريال اكسترا سيستول كانت الكيو ار اس بتبقى نورمال في الشيب ونورمال في الديوريشن بتاعتها كمان، وطبعا بيحصل كومبنسيشن بعدها. اما هنا لا، ده دي اب نورمال في الشيب وكمان وايد بتاخد ديوريشن اكبر، لكن انا عندي هنا برضو نفس الكومبنسيشن او البوز اللي بيحصل. طيب نيجي نبص على الاي سي جي بقى ونعلق عليه. بالنسبة للكوزس عادي بقى زي ما احنا قلناها قبل كده، الكافيين ومشاكل القلب والحاجات دي كلها. طيب هنا الريزم انا شايفة هنا ايه في الطبيعي اللي كان ماشي عليه ده؟ ريجولر في الريزم بتاعه، الريت هيبقى نورمال عادي زي اي حاجة عادية خالص، انما ديت حصل بس ايه بريماتور كده، دقة واحدة هي اللي جت، لكن في الغالب هو نورمال في الريت وريجولر في الريزم. طيب الكيو ار اس هنعلق عليه هنا بقى، ده بيبقى ايه؟ prolonged. انا عندي النورمال كوندكشن سيستم في الفنتريكلز بيبقى من خلال الهيسبركنجي سيستم، دوت بيبقى عباره عن شويه سيلز كده بتنقل الكهرباء في القلب بسرعه، انما هنا الديبولاريزيشن جاي اصلا منين؟ من الفنتريكلز ذات نفسهم، فبيحصل ديلي في السبريد بتاع الاكتيفيشن للكونترالاتيلر ventricles من خلال non-specialized myocardium في التوصيل. تمام؟ كمان بيبقى ليه abnormal shape بسبب abnormal pattern of spread. يا ترى هيمشي في انهي اتجاه بالظبط في الهارت وهيعمل لي شكل ايه بقى؟ تمام؟ هيبقى ليه abnormal shape. طيب بالنسبة للبي ويف، no P wave detected before the QRS complex في الventricular extrasystole، والT wave هتبقى inverted. بعد كده عندنا الفنتريكولر تاكي كارديا، عندي abnormal tissues موجودة في الفنتريكولز هتعمل لي rapid irregular heart rhythm، ده مش اتريام مثلا الفنتريكولز كان بيحاول يعوض المشكلة شوية، انما هنا التاكي كارديا في الفنتريكل، المسلز اللي مسؤولة عن الكونتراكشن وضخ الدم اصلا، فبالتالي هيبقى عندي poor cardiac output والبيشنت ممكن يدخل في cardiac arrest. لو جيت ابص هنا على الاي سي جي هشوف ايه؟ الريزم regular، انا شايفة الصورة قدامي regular. طيب الريت طبعا من اسمها انا عندي تاكي كارديا، فالريت بيعدي ال 100 بيت بير مينيت. الكيو ار اس طبعا prolonged، واتفقنا ازاي؟ لان الكهرباء بتبقى خارجة منين؟ من الفنتريكلز ذات نفسها، واتفقنا عليها في السلايد اللي فاتت. والبي ويف مش هتتشاف هنا. بعد كده الventricular fibrillation، ودي the most serious problem، مشكلة خطيرة جدا، عندي disorganized electrical signals وده بيخلي لي الventricles ان هي تترعش، حاجة بتترعش مش بيعمل contraction زي الventricles العادية، لا تترعش كده بس. مع الرابد والirregular electrical activity دوت الventricles هتفقد القدرة ان هي تcontract في synchronized manner، فبيحصل immediate loss للcardiac output، وطبعا لو ما حصلش تدخل سريع بالadvanced life support وdefibrillation والحاجات دي الموضوع بيبقى ايه؟ fatal. طيب لو انا جيت ابص بقى على الاي سي جي ده هشوف ايه؟ الريزم طبعا irregular خالص، ايه اللي انا شايفاه ده؟ الrate disorganized، بس غالبا طبعا الrate هيبقى سريع جدا، احنا بنقول رعشة تعدي 300. الكيو ار اس مش عارفة اتعرف عليها. البي ويف مش شايفها خالص. نيجي بقى للاسيستول. ايه يعني نو؟ نو سيستول، نو ميكانيكال كونتراكشن ولا في الكتريكال اكتيفيتي. واجي ابص هنا على الاي سي جي، الريزم طبعا انا شايفة خط فلات، فلات لاين، الريت 0 بيت بير مينيت، ولا انا شايفه كيو ار اس ولا بي ويف، هو ده الاسيستول، ودي طبعا مشكله سيريس جدا. انا هقف لحد كده النهارده، لو حد عنده اي استفسار او اي حاجه يبعتلي، وان شاء الله المره الجايه هكمل الكام نقطه الباقيين. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.